تكنولوجيا المعلومات وطرق التفكير الحديثة هو ده العالم الجديد اللي لازم نكون جاهزين ليه وبنشتغل عليه، لأن هو ده الحاضر والمستقبل، وهو ده الهدف من المسابقات العلمية اللي بتقيس قدرة الأولاد وخاصة طلاب المدارس على التفكير العلمي المنظم. من أهم المسابقات دي أولمبياد المصري للمعلوماتية، ودي مسابقة دولية خاصة بطلبة المدارس وهدفها الكشف عن الموهوبين في طرق التفكير الحديثة في مجال البرمجة، وبتقام المسابقة في مصر بتنظيم مشترك ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، اللي بيدعو للفخر والتفاؤل بمستقبل أولاد مصر المستويات المتقدمة والنجاح الكبير اللي بيحققه الطلبة المشاركين في الأولمبياد. النهاردة معنا في الاستوديو أبطال أولمبياد المصري للمعلوماتية، جلال الدين محمد البطل اللي حقق المركز الأول وأحد الفائزين بالميدالية الذهبية، وعمر إبراهيم أحد الفائزين بالميدالية البرونزية، وإيرين نبيل وهي برضو أحد الفائزين بالميدالية الفضية. أهلا بكم، منورينا يا شباب، وألف مبروك. أهلا بكم يا شباب، وألف ألف مبروك. الله، خلوني أبدأ مع عمر. يعني حابب اسالك عن من وجهه نظرك بقى انت، اسمع ايه هي الاولمبياد المصري للمعلوماتيه؟ بصوا، الاولمبياد المصري للمعلوماتيه هي مسابقه بتقام كل سنه، بتبقى في احد الاكاديميات العربيه للعلوم والتكنولوجيا، اللي هي بتبقى ساعات في ابي قير او في حته تانية، يعني في من فروع الاكاديميه. بيبقى 5 ايام كامب في الاكاديميه. اول يوم بيبقى بنروحه براكتس، عشان اليومين اللي جايين بيبقى كونتست بنتعرف على الاي دي ايز الجديده. اول يوم بيبقى الكواليفيكيشن الاول من الكونتست، تاني يوم بيبقى الكواليفيكيشن الثاني من الكونتست. على حسب الترتيب بقى بيبقى فيه الشامبيون والجولد ميدل والسيلفر ميدل وبعديها البرونز ميدل. انت حاصل على البرونز ميدل؟ اروح لجلال، وانت حاصل على الميداليه الذهبيه، احكي لنا كده عن تجربتك في هذه الاولمبياد. هو انت اصلا عرفت عنها ازاي؟ هو انا في البدايه خالص قبل ما المسابقه اصلا، كان في المدرسه عملوا اختبار او امتحان، يعني كلنا دخلنا في الامتحان ده، وفي من الامتحان ده حوالي 600 واحده على مستوى الجمهوريه اللي تاهلهم. 600 دولت دخلوا في منحه اتعلموا لغه السي بلس بلس، وبداوا يتعلموا شويه حاجات في البرمجه. وبعد ما خلصنا المنحه كامله، بعد كده دخلنا في عملنا زي حاجه زي تصفيات او كواليفيكيشن، ديت تاهل منها 70 واحد على مستوى الجمهوريه، دول اللي حضروا من المسابقه اللي هي الاولمبياد المصري المعلوماتيه. في المسابقه ديت بقى اللي اتقامت، وكانت على مدار 5 ايام زي ما عمر قال. وفي النهايه خالص كان اخر يوم كان التكريم، وانا جبت الشامبيون الحمد لله، وعمر جاب البرونز، وايرين جابت السيلفر. طب احكي لي يا ايرين كده، هو دي يعني هل هي مثلا مشاريع بتعملوها ولا امتحانات بتخدوها ولا ايه بالظبط؟ هي مسابقه برمجه، بتدخل بيبقى في اسئله معينه، فانت بتكتب الكود فبتعمل سبميت ويقبله او ما يقبلهوش بنظام الاو اي زي المسابقه العالميه الاي او اي. ف على حسب بقى السكور بتاعنا بنترتب ميدلز. اوكي، هل انتوا الفتره الجايه في مسابقات تانية شبيهه لده ناويين تخوضوها؟ خلينا ابدا بايرين. في الاي سي بي سي اللي هي اصلا كانت للكليات، وبقى لها كام سنه بتعمل مشاركه رسميه لطلاب المدارس، بتبقى تيمات من 2. وفي بعد كده لو تاهلتوا فيها الاي سي بي سي والاي اي او تي، ديت بتبقى تيمز 4 كده يعني. وفي تصفيات الاي او اي بقى. الكلام ده متوافق مع رغباتكم برضو ولا ايه؟ ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. طب احنا معانا مجموعه صور عايزين نعرضها، وتقولوا لنا كده، تحكوا لنا عن ذكرياتكم دي. اول صوره معانا ده جلال، صح؟ انت جلال. ده يوم ايه بقى؟ احكي لي كده عن هذه اللحظه. يعني ده كان يوم التكريم، بعد ما اتنادى اسمي وانا جايب الشامبيون، طلعت سلموني الكاس والميداليه، والوزير اللي ماسك الكاس معايا ده سيادة الوزير، وزير التربية والتعليم. كنت وقفت واستلمت الميدالية، وبعد كده أخدت الكاس وأخدنا 5 صور، وبعد كده نزلت من على الستيج. اوكي، معانا صور تانية. ده نفس اليوم طبعا. نفس اليوم. كاس كبير كده ومهيب، تحس بال دي ايرين دي اللي هناك، مش كده؟ طلعنا استلمنا الميداليات من الدكتور رضا حجازي وتصورنا معاهم. ودول كلهم بقى الفايزين بالميداليه الفضيه، مش كده؟ دول مجموعه منهم. مجموعه منهم.
مجموعة منهم. معانا اكيد صورة لعمر برضو. لا دي نفس الصورة اللي جلال استلم فيها الجائزة. طب احكولي كده، ايه اللي خلاكم مهتمين اصلا بمجال البرمجة؟ ده عمر مش كده؟ اه عمر انت اللي في النص صح؟ اه انت اللي لابس كاب. ايوه شكلك مختلف. في حالة كده. احكي لنا بقى عن اللحظة دي. هو في الاول انا ما كنتش عامل براكتس حلو قوي في الكواليفيكيشن العادية، فما كنتش حاسس ان انا هبقى مؤهل اصلا ان انا اخش الكواليفيكيشن وكده. بس اول ما لقيت نفسي كواليفايد فضغطت على نفسي طبعا واجتهدت اكتر في المذاكره وكده، لحد ما الحمد لله ربنا كرمني وخدت البرونز. الحمد لله. ان شاء الله المره الجايه تبقى جولد باذن الله. ان شاء الله. طيب اهتمامكم بقى بفكره البرمجه اصلا جه منين؟ احكي لي يا جلال. يعني هو اصلا انا في البدايه قبل ما اتقبل في المنحه اللي احنا اتكلمنا فيها اصلا البرمجه وبدانا فيها المشوار، انا ما كنتش اعرف اي حاجه اصلا عن البرمجه يعني. وكمان اصلا يعني الامتحان اللي انا دخلته اللي اهني للمنحه ديت جه بالصدفه معايا، يعني ما كنتش اعرف اللي هو هيأهلني لحاجه اصلا. فبعد بقى ما تاهلت ودخلت لقيت نفسي كده مره واحده هتعلم برمجه، هتعلم سي بلس بلس. بدات عادي، قلت يعني انا اهلت من وسط 6000 طالب فاكيد هتبقى حاجه كويسه يعني. دخلت بدات اتعلم ولقيت نفسي جدا في الحوار البرمجه والشغل ده، وانا اصلا يعني بحب الحاجات اللي زي دي. فساعتها بقى لقيت نفسي في المجال ده واهتميت بيه اكتر ووصلت اللي انا وصلت له الحمد لله. طيب وانت يا ايرين؟ انا في المدرسه قالوا لنا عن المسابقه. هي في الاول ما كنتش عايزه اقدم لان هو يعني قالوا لنا برمجه وكده فانا ماليش في الموضوع. بعدين قالوا لنا لا ده هي في الاول اي كيو كده، فدخلنا وما كناش برضو متوقعين حاجه. فبعدين قالوا لنا ان احنا قبلنا وبدانا نتدرب ولقينا الموضوع مين. هي كلمه برمجه اصلا صعبه يعني، تحس كده ايه الموضوع كبير يعني. انا الكلمه دي بتذكر قدامي بحس انه طلاسم، حاجه صعبه حاجة قوي، حاجه معقده هندخل عليها. بالظبط يعني. اكيد في حد بيساعدكم يعني. عمر مين بيساعدك في او بيحمسك على ان تمشي في الاتجاه ده وتنجح فيه؟ هو كان في الاول صاحب والدي. كان لقيته اول ما دخل هندسه كمبيوتر طلع منها اشتغل على طول في جوجل تقريبا. ايوه. فانا بقى عندي حافز بقى ان انا ابقى في يوم من الايام شبهه كده او احسن كمان، واشتغل مثلا ابقى تشيرمان مثلا في جوجل، حاجه من الحاجات الجامده ديت. جميل قوي. وانتم مين بيساعدكم بقى شباب؟ جلال مثلا مين اللي بيحمسك وبيدفعك على النجاح في هذا المجال؟ والله وانا ما كانش في حد اعرفه اصلا يعني بادئ في المجال ده، بس انا لما بدات في الموضوع مع المنحه انا حبيت الموضوع يعني. وقلت لازم اكمل يعني، انا حبيته جامد يعني. وكان وقت بيضيع ايام على الموضوع ده، وكنت يعني ببذل كل اللي اقدر اعمله في الموضوع ده. انا حبيته اصلا يعني، كنت بعتبره مش حاجه صعبه، لا انا كنت بعتبر نفسي اكني مثلا بلعب وانا بحل بروبلمز مثلا كده. فكان بالنسبه لي الموضوع ممتع اصلا، فده اللي كان بيشجعني يعني. حلو. هل مامتك باباكي حد من اخواتك ولا الموضوع كده ايرين بس؟ لا، هو كان في صاحبتنا في المدرسه اشتركت في المسابقه من كام سنه فهي اللي قالت لنا عليها فقدمنا. وبعدين الكوتش معانا كوتش محمد ابراهيم ما كانش سابنا خالص يعني، وهو لما كان بيدينا وما كناش بنعرف حاجه كان بيساعدنا على طول يعني. طيب قولوا لي بقى يا شباب، يعني انتوا في سنه كام؟ احنا داخلين تانية سنه. تانية ثانوي يعني عندكم كام سنه؟ 16 سنه. لا يبقى عادي، مش بعيد انك تكون التشيرمان بتاع جوجل. ان شاء الله. اذا كان في السن ده بيعمل كده احنا واثقين فيك. لا برافو عليكم حقيقي. انتوا في نفس المدرسه مع بعض؟ اه في مدرسه تيم، مدرسه متفوق. احكوا لنا كده عن المدرسه بتاعتكم، ايه اللي بيختلف عن العادي، او ايه اللي حاسينه ان هو بيتقدم لكم مميز وبيأهلكم لان انتوا تبقوا نموذج افضل في المجتمع؟ يعني بلاش اكلكع الامور، خلينا اقول لكم ليه اخترتوا ستيم. ليه اخترتوا ستيم؟ قدام مين يعني؟ ليه ما دخلتش مدرسه عاديه؟ مدرسة ليه اخترت انك تدخل ستيم يا عمر؟ يعني انا في الاول كان في ثالثه، كنت في ثالثه اعدادي، وكنت في كتاب الانجليزي اكيد كله عارف في ثالثه اعدادي ستيم ذكرت كتير يعني في الكتاب، وانا حسيت ان هي حاجه كبيره كده في المجتمع وبيعملوا بروجكتس وحاجات من ديت وحاجه مميزه، فانا قلت ليه ما ابقاش كده. وكان زمايلي دايما كانوا برضو بيستهزئوا اللي هو ازاي انت هتوصل للمكانه ديت، ما حدش وصل لها قبل كده من مدرستنا او حتى من المنطقه بتاعتنا خالص. بس انا ضغطت على نفسي طبعا وذاكرت لامتحانات القبول والحمد لله اتاهلت ومركز كبير كمان ورغبه اولى ودخلت ستيم اليكس. صدق بقى انا مبسوط قوي.
عشان الناس كانت عارفه تقول لك لا او مش هتقدر وبتاع وانت قدرت. اه الحمد لله. انا بحب قوي التحدي بصراحه. طبعاً. ايوه برافو عليك. اه والله ده. أيوة. طب جلال احكي لي بقى عن تجربتك مع المدرسه، حبيتها ليه او ايه اللي خلاك تروح المدرسه؟ وانا مع المدرسه يعني سمحت برضه في نفس الحاجه في ثالثه اعدادي في الكتاب بتاع الانجليزي برضه كان ستيم، يعني كان علينا اصلا واحده كامله بتتكلم مدارس ستيم وكده. فبعد ما خلصت ثالثه كنت جايب شوط التقديم، فقلت وليه ما اقدمش، فقدمت عادي وبرضه دخلت الامتحانات القبول الحمد لله ربنا وفقني وقدرت اجيب رغبه اولى ودخلت ستيم اليكس. وانت من الانجليش برضو يا ايري؟ كتاب الانجليش وماما كانت قالت لي عليها، كانت تعرف واحده دخلتها فالموضوع دخل دماغي يعني، فقدمت على امتحان القبول والحمد لله برضو جات لي الرغبه اولى ستيم اليكس. طب وبعد بقى ما دخلتي يعني هو في الاول احنا ما كناش عارفين نظام الدراسه ودخلنا، بس لما عرفناه حبيناها اكتر عادي يعني. ليه بقى اشمعنى؟ هو المناهج مختلفه اصلا وما عندناش كتاب معين بتذاكر منه المنهج. يعني بيديك الاوز وانت بتدور فيها اونلاين وفي ريفرنس. بمعنى اشرح لنا اكتر يعني ايه؟ يعني ايه مش بذاكر من كتاب، بعمل ايه؟ يعني انت معاك جوجل كله والريفرنسز كلها تدور فيها على المعلومه اللي انت عايزها. انا سمعت كمان ان كل واحد فيكم بيختار زي مشروع مثلا او فكره معينه بيشتغل عليها، ده صح يا جلال؟ اه في كل سمستر في المدرسه بيحددوا لنا مشكله معينه من مشاكل اللي بتواجه مصر. المفروض بيقسمونا تيمات، تيم مثلا في سنه اولى بيبقى تيم من خمسه، كل تيم بيبقى عايز هو يجيب فكره معينه ويشتغل عليها ويطلع حل للمشكله ديت. يعني كل واحد يطلع حل بطريقته بقى المختلفه عن التيم. آه كل تيم يطلع حل. اتخيل ان ده بيعلمكم مهاره البحث، واتخيل ان ده ممكن اكيد. أيوة. طبعا صح كي. وده مفيد جدا بصراحه على المدى البعيد، يعني اتخيل ان قدام شويه المهاره دي هتفيدكم بشكل عام بقى في شغلكم وفي حياتكم على طول. انا عندي فضول كمان اعرف ايه المشاريع اللي انتم شغالين عليها، تشتغل على ايه يا عمر؟ في اول سمستر اشتغلنا ان احنا نعمل بيم اللي هو الصاج الحديد دوت او السيخ الحديد قصدي اللي بيتحط عشان يعمل الكباري. احنا المفروض ما نستخدمش ميتال بقى، ونستخدم حاجه ريوزبل وفي نفس الوقت تبقى تستحمل حاجه ريوزبل. اه يعني ايه يعني تعيد استخدام يعني حاجه ريسايكلد يعني. أيوه. حاجه تكون قديمه وتعيد تصنيعها بالظبط وتستبدل الصلب. ايوه وفي نفس الوقت ما تبقاش ميتال وتستحمل احسن من الميتال. طب وانت لقيت ايه بقى؟ في الاول انا استخدمت الاكريليك تمام. استحمل؟ اه استحمل. لا استحمل والله. استحمل جامد لان انا استخدمت فكره التعشيق انترلوكينج ما بين بقى البارتس وتعامل وعامل ديزاين كبير كمان. وكنت اشتغلت وعملت بيم جامد بس ما استحملش قوي يعني. واستحمل بس مش جامد. طب حلو قوي كويس بس كان في بديل يعني ونجحت بيه. حلو قوي. وانت يا جلال بتشتغل على ايه؟ برضه بيبقى نفس المشكله في السمستر التيمات كلها، كل تيم بيحاول يجيب فكره مختلفه. فكانت نفس الحاجه برضه في اول سمستر عندنا كان بيم برضه، بس انا كانت فكرتي كنا عملنا بيم من الستكس بتاعت الستكس خشب الستكس الصغيره دي. ده فعلا موجوده في الصيدليه. ايوه عملتوا بيها ايه دي؟ عملنا بيها بيم كامل. الستكس دي اللي هي بتاعه دكتور السنان. أيوة هي الخشب. أيوة. الخشبه بتاعه دكتور السنان. عملت بيها ايه؟ عملنا بيها بيم. البيم ده اللي بيتعمل بيه الكوبري. الكوبري. لا واستحمل اعلى من الناس ياما كمان، يعني استحمل حوالي حاجه 70 كيلو انا فاكر 74. ده اكيد عملتوه بتصميمات معينه. أوه. ايوه الفكره في التصميم او في التال انت بتعمل بيها يعني. انا كان نفسي يبقى عندنا وقت وتشرحها لي بس للاسف الوقت مش هيسعفنا. بس انا عايز اعرف مشروع ايرين كمان. احنا استعملنا هو نفس المشروع على كله، استعملنا الاكسترودد بلسترين، هو زي فوم مضغوط وحطينا خشب من فوق ومن تحت عامله زي البوريو كده، وحطيناهم مع بعض وعملنا بيه واستحمل يعني اكتر من ناس كتير. استحمل. لا الحقيقه شباب يعني الله ينور يا شباب. واعدين جدا جدا. لو خد بالك الاخ اللي واخد برونزي ده يعني جامد قوي يعني. ده متفائل له جدا جدا جدا. متفائل بيكم كلكم الحقيقه، وربنا يوفقكم يا شباب، شرفتونا ونورتونا يعني. يعني حابه اشكركم جدا، جلال الدين محمد البطل وعمر ابراهيم وايرين نبيل، نورتونا والف مبروك. الله يبارك فيك. وبنشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. بكده تكون انتهت فقرات حلقتنا النهارده من طابور الصباح، نشوفكم في حلقه جديده بكره ان شاء الله. دمتم في امان الله.